شنو ده يعني كان الامل بتاعنا، كان نور عينينا وقلبنا وحياتنا ودنيتنا شنو ده، واحنا كنا عنده الامل كله، والاب والام اللي اغلى حاجه عنده، لان كان شنو ده بيحبنا واحنا كنا بنحبه كتير، لدرجه ان انت تتخلصي من حياتك عشان طبعا طبعا. وهفضل طول عمري كله عشان خاطر شنو ده، لو طلبوا مني ياخدوا عينيا ورجعوا لي شنو ده اقول ماشي، اخد شنو ده ورجعوا لي عينيا، خدوا عينيا مش مشكله، اهم حاجه ترجعوا لي شنو ده. عايزين نعرف اكتر حالتك النفسيه دلوقتي عامله ايه، وايه الدافع اللي خلاكي تكتبي البوست ده؟ عشان ابني، عشان شنو ده، انا شنو ده الامل كله. احنا يعني وهو وطفل كنت بسهر عليه ليالي. ازاي؟ لما كان يبقى نايم كنت بغطيه، بشيله وباخده في حضني، عيان اروح اجري بيه للدكتور، ده انا كنت عامله له متابعه، وما كانش عنده اي تعب، لا كنت انا بخاف عليه، كنت اوديه لدكتوره ودكتور، يعني كان يعني شنو ده كان الدنيا كلها عندي، واحنا كنا اغلى حاجه عنده في الدنيا دي كلها. كان يا ما يبقى ينام ما ينامش في اوضته، كان ينام في وسطينا، يحط ايد كده وايد كده ويحضننا، لغايه ما لما يميل عليا ابوي يقول له انت بتحب ماما اكتر مني، لا يقول له لا يا بابا ده انا بحبكم كلكم انتوا الاثنين، حضرتك يعني انتوا اغلى عندي من الدنيا دي كلها يا بابا انت وماما. لما كنت انزل اشتري اي حاجه من تحت كان يعني يا دوبك افتح الباب وارجع الاقيه واقف لي قدام الباب، يقول لي يا ماما وحشتيني قد الدنيا دي كلها يا ماما، ما كانش يسال على الحاجه قد ما بيسال عليا، وحشتيني يا ماما قد الدنيا دي كلها، انا كنت خايفه عليك يا ماما. ايه تعليقك بعد فتوى الازهر بانه مسيحي وينصب للاسره اللي خدوه، وراي الكنيسه قالت انه مسيحي، ايه تعليق حضرتك؟ ما فيش اي تعليق، انا اشكرهم كلهم، واشكر سياده شيخ الازهر، اشكره واقول له كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه عيد رمضان، واشكر سياده الرئيس السيسي، بقول له كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد وبمناسبه صيام رمضان، وكل سنه وحضرتكم طيبين. طيب لو لكل المصريين مسلم ومسيحي.